واحدة من الحالات اللي تتعاني من هذا المشكل ديال هاد الدروج هادو، هاد التكرفيص هادي اللي تكرفسوا على هاد الناس ديال القيصرية، هي السيدة مسكينة من ذوي الاحتياجات الخاصة وبغات تدخل القيصرية، هي تتعاني من هاد المشكلات. طب كيفكروا في الناس اللي عندهم رجليهم وما كيفكروش في ذوي الاحتياجات الخاصة، ما ربما تا هما يتشهاو شي حاجة ولا يبغوا شي حاجة من القيصرية وما كيلقاوش، يعني كيفاش يديروا يطلعوا الولوجيات ما كاينينش. دابا انت دخلتي وصيفطتي واحد هو اللي يتسخر لك باش يجيب لك باش يتقضى ليا من وانت ما قديتيش تدخلي. لا ما قدرتش. وهاد الناس انا باش نحل بابي نخدم مولا وليدات، عندي الدراري، عندي امي مريضه. اه ماشي مساله ديال الدراري ولا شي حاجه، هذا المهندس فين قاري؟ هانت صافا سيتو يلا وحل الاخر دابا عاوتاني. هانت اخي يلا دخلنا يقبل الله. دابا هادي دابا كنخدم انا ولا فين هاد التعدو هذا؟ وفين كان الاصل ديالو هذا؟ وقال لك بيدو زعما حيدو انت. نمشي للحبس انا. يعني تجوز المشروع هما وياك. علاش ما تعيدوش حتى المهندس وديرو بلاصتو؟ فين كان؟ سير وريهم بلاصتو. البلاصه ديالو هاي. هي هادي. كانت تتحل على هاد الحاجة. هاد واحد دبر عليه ولا ما عرفت شنو عطاه. ديال الله صار باش يخلي له الباب عريان. دايره فلوس. الدروج. باش يخليوه عريان، شو الدروج؟ هادي كطيحني انا هاد الدروج هادو. اقسم بالله ما شحال من مرة كنطيح. شو السلك؟ شو الخدمة؟ شو الخدمة د المغاربة؟ الله يخليها خدمة. السلام عليكم. قيصرية د الحنبل مدينة سلا القديمة. تبارك الله هادشي زوين مع الالتفاتة المولوية ديال الملك نصره الله، ترميم ديال المدينة القديمة في الحلة الجديدة ديالها. إلا أن الناس ديال اللي كانوا مشرفين على هذا المشروع من المهندسين ولا الناس، المهم الناس اللي مكلفين بالمشروع، قصوا واحد الشريحة كبيرة من المجتمع، ألا وهي الناس ذوي الاحتياجات الخاصة والناس المسنين والمرأة اللي عندها وليد بغات تدخل القيصرية. القيصرية دارت دوا كاملة دروج في الوقيتة اللي ما كانوش دروج. حنا عشنا في هذه القيصرية والناس كاملين كبروا في هذه القيصرية، هذه ما كانوش دروج. هاد الوقيتة الناس من صلحوا داروا لنا هاد العقبات هنايا، داروا لنا دروج ما تدخل لا كروسة ديال السلعة، ما تخرج كروسة ديال السلعة، ما يدخل عندك انسان من ذوي الاحتياجات الخاصة. فئة كبيرة حرمونا منها وحرموا هما دوك الناس من يدخلوا لهاد القيصرية. أينا ما نهضروا؟ هضرنا مع السيد القائد، هضرنا مع المهندس المشرف هنا، ولكن لا الناس ما تتسمعش لك. ها هما خلونا دابا حنا ما كاينين الناس اللي عندهم محلات هنا وعندهم كروسه ما بقاوش يجيو لمحلاتهم، خلاوهم مسدودين. علاش؟ حيت ما عندوش مين يدخل. وما يمكنش لنا حنايا خمسه ولا سته ديال الناس يجيو يهزوا واحد باش يدخلوه ولا يخرجوه. علينا ما نهضروا. هاد الناس راه خرجوا على هاد القيصريه زوينه كمنظر كشوفه، حنا ما عندناش نقاش عليها، ولكن راه خرجوا عليها بهاد الدروج هادو. هاد الدروج هادو راه بحال دايرين شي حاجز براجات دايرينهم لواحد الفئه قصاوه ديال المجتمع، الناس المعاقر راه تكرفسوا عليهم وما عطاهمش حقهم حتى هما يدخلوا يشوفوا هاد الجماليه ديال هاد القيصريه. وتنتمناو يديروا لنا الولوجيات، يردوا لنا الولوجيات اللي كانوا. واش نتوما بغيتوا تصلحوا جيتوا خربتوا؟ هي دي ديال زينة الكحل ولا عمينا؟ راه الناس راه تتعاني وهاد الناس راه كاملين تيتشكاو كلهم بحانوت بحانوت. دابا ندوزوا على حانوت بحانوت، الناس راه مضروره من هاد القضيه. لا ما كانوش دروج، كانوا هبيطات ولوجيات تدخل كروسه تدخل كرا، هما الناس كاع هادو كانوا كان شي كرا كانوا هنا شي بسيطه الحمال تيدخل حتى لباب الحانوت، كانوا تيدخلوا كرارس، كانوا تيدخلوا الناس عندهم طريبيا، راجل كبير مسكين ما قادش يزيد. ودابا داروا الدروج هادو اللي جات تيطل تيشوف الدروج تيزيد. وحنايا الناس سيدنا الله ينصرو بغى يتمن ويرمم هذا المشروع هذا باش يكون واحد ازدهار واحد انتعاشه، انتم جيتوا وراه لا يعقل هذا الشيء هذا. وعندنا انا ما ديش ديال الناس طايحين كاع، الناس من جايه هابطه من ديك الدروج طاحت على وجهها، الناس ما قدرتش تدخل، حتى جيت تطلع خير لا ما صعيبه بلاش عليا. كاينين الناس عندنا هما دايرين كاميرات، يردوا الكاميرات ويشوفوا هاد المصيبه اللي داروا لهاد القيصريه. هاد القيصريه راه قتلوها، راه الناس تتعاني منها، اللي صحيح وباقي صغير راه يدخل، واللي كبير والناس المسنين والناس السائح، هذه واحد السيمانه السائح ما قدش يدخل.
راجل كبير ما عنده لا كروسه لا والو ما قدش يدخل. ونتمنوا من هاد الناس هادو يسمعوا لهاد النداء هذا، راه عينا ما نهضر. هضرنا مع السيد القائد راه في خبار، والمهندس المشرف ديال اللي مشرف على المشروع، والمهندس العماله، والسيد العامل حتى واحد النهار جا لهنا قلنا له هذا المشكل، ولكن ما نعرف واش هاد الناس هادو غلب عليهم التراب يخرجوه يلبسوه داروا لنا دروج هنا الله اعلم. هادي الدروج لاقين لشي مدينه اللي باقيين تيتمشاو فيها حاشاكم بالحمير، تيطلعوا بحال دابا فاس ولا شي حاجه تيطلعوا الحمير في الدروج ولا شي. هنا راه ما خدامينش لينا حنا الدروج، خدامين ولوجيات. الناس خاصها تدخل بسلاسه وتخرج بسلاسه. السلام عليكم. انا ما فهمتش، انا خلاو باب من جهه وسدوا لي باب الحانوت، داروا لي باب القيصريه، داروا لي باب القيصريه، تعداو علينا بزاف. والدروج والحمال دابا اقسم بالله الحمال عرفتي مين كيضرب الطريق خصو يضرب دور على قدا ونحطو ونهزو البال كبير وداك الشيء. المهم تعداو علينا هاد الناس، تعداو علينا بزاف. قارونا والله العظيم صاوبوا حاجه زوينه ونفس الوقت خسروها. هي راه مزيانه صلحوها وقدوها تبارك الله اللهم بارك. ولكن الدروج انت شوف الدروج ناضوا باب سدوا لي على باب الحانوت ديالي، انا داروا باب الزنقه وسدوا لي على باب الحانوت ديالي. ما هضرتش مع المهندس قال لي سير عند القايد، ومين مشيت عند القايد صيفطني عند المهندس، ومين بدينا في الشجره وفي هذه قال لك ما عندي ما ندير لك دوز عام وحيدو. واش انا نحيدو نمشي للحبس؟ راه ما يمكنش. انت شوف اجي دير الكاميرا سدي لي على باب محالي. هذا 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 المهندس قال لي دوز عام حيدو. نقول له في وجهه مهندس السي العمراني قال لي دوز عام حيدو ما عنديش سوقي فيه. مي قلت له الباب يرجع لبلاصتو قال لي ما يمكنش هذاك هو بلاصتو. وحنا عندنا التصاور ديال هذه 30 عام وتصوير هذا الباب من الجهه الاخرى ناضوا وحيدو داروا لي على الباب وداروا الدروج. وداروا الدروج تعداوا الدروج والله الا المخير تيطيح صغير ويطيح. ها واحد الدروج هنايا كي دايرين العذاب الاليم. ها هو واحد السور قريب يطيح في الجهه الاخرى الزنقه الاخرى. هذا مشروع اخر ديال ماشي ديال العمراني ديال الاخرين. راه هو قريب يطيح ما كملوا ما داروا هو ما كمل الفينيسيو ما كايناش. راه تعداو علينا وزادوا وتعداو على راسهم. حنا راه غندوزوها باش ما ماشي عاد غندوزو الوقت دايزه باش ما الحمد لله وغنمشيو عند الله. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.